السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو اهم 3 نصايح على اليوتيوب علشان خاطر القناة بتاعتك يتوافق عليها وتحقق الربح عليها. اول 3 نصايح معانا، وهما اول حاجة محتوى الفيديو، تاني حاجة الصورة المصغرة للفيديو، تالت حاجة وهو وصف الفيديو. اول حاجة محتوى الفيديو، ما ينفعش يكون محتوى الفيديو يكون فيديو بتاع حد تاني وانت واخده منزله عندك على القناة. لازم ان يكون الفيديو من صنعك انت، انت اللي مصوره وانت اللي منتجه وانت اللي رفعه على القناة. ما ينفعش يكون الفيديو فيه اغاني عشان ما تاخدش عليه اي مخالفات. تاني حاجة هي الصورة المصغرة. الصورة المصغرة لازم تكون ليها علاقة بالفيديو، ما يكونش الفيديو بيتكلم عن حاجة والصورة المصغرة بتتكلم عن حاجة تانية خالص، او ان انت تخش على جوجل على الصور وتجيب اي صورة مصغرة بحيث ان انت ما تتعبش في عمل الصورة المصغرة وترفعها عندك على القناة طول. ده ما ينفعش، وده هيأثر في مراجعة القناة بتاعتك، وممكن القناة ما يتوافقش عليها بسبب الحاجات دي. تالت حاجة معانا وهي وصف الفيديو. وصف الفيديو مش هيأثر كتير على القناة في المراجعة، هي هتتوافق عليها وكل حاجة، بس وصف الفيديو ان انت لما بتكون كاتب كلام كتير فيه بخصوص شيء معين بهدف ان انت تجيب مشاهدات كتير على قد ما تقدر، ده غلط ودايما بيعمل مشاكل كتير. وصف الفيديو ده بالطريقة ديت بيأثر على الأرباح ومش بيأثر في تحقيق الربح، علشان الحاجة ديت بتأثر على الأرباح بتاعتك وبتخلي علامة الدولار اللي هي بتاعة تحقيق الربح بيكون لونها أصفر مش أخضر، وبكده يكون الإعلانات مش هيجي عليها إعلانات خالص، ولو جه عليها إعلانات هتيجي بشكل قليل جدا. وبكده تكون النصايح بتاعتنا خلصت، والنصايح ديت أنا مريت بيها بنفسي وحصل معايا مشاكل كتير وتعلمت منها، فأنا حبيت إن أنا أعرفها لكم عشان محدش يقع فيها زيي. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.